الأسبوع الأقل أهدافا حتى هذه اللحظة. محاولة موجودة، كرة ملعوبة من جانب بويان، ينطلق الآن الإسباني الآخر خوزيه أنخيل، يتقدم الظهير الأيسر الشاب والكرة ملعوبة. وحسابات الديربي وكما ذكرت ربما الكثيرون الآن هو هنا محاولة، يا سلام، كرة جول، كرة جول، هي جول، هي جول لروما. روما يتقدم ويسجل، وبالتالي أوزفالدو هو من يجعل روما مبتسمة اليوم بهدف المباراة الأول. يتقدم روما في غياب توتي، ومثل ما قلنا غاب 8 مرات توتي عن الديربي ولا مرة خسر نادي روما، لكن اللعبة كلها على بعضها يا سلام، صورة راقية بالفعل، التمريرة جميلة، لا وجود للتسلل، وبالتالي عندما واجه الحارس ماركيتي ما شوف تصرف بطريقة ذكية، هو في المكان السليم، التمريرة أجمل من الهدف، الهدف بعد ذلك يأتي.